عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. غنديروا الطون ديال الزيت، تابعوا معنا ان شاء الله. ناخذوا كاسرونه، عندنا 6 القليبات ديال الثومه، معلقه صغيره الكمون، ومعلقه صغيره القزبر حبوب، ورقه سيدنا موسى. غنديروهم هنا، غنديروا شويه ديال الزيت، كاس ديال العنبه مخلط، زيت بلديه وزيت روميه، غنديروا شويه منه، الباقي غنديروه في الاخر. غنديروا هذه تغلي وتابعوا معنا الطريقه ديال الاخر ديال. خلينا داك الماء ديالنا كيغلي، دابا دوزا نقطعوا الحوت، نرقوه شويه حيت السيد قطعوا لي شويه غليظ، وتابعوا معنا. دابا هو غلا، ملي غلا غنصفيوه. معايا معلقه ديال الملح صغيره، هذاك الشيء اللي طبخنا الماء ديالو هو هذا، غنطيبوه فيه. دابا ان شاء الله غندوزو نطيبوه. ها الطون ديالنا طاب، شوف كيفاش جا. دابا غنديروه هنا في التوبينات، دابا غنزيدو عليهم الزيت، نزيدو كل توبينة نديرو معلقة صغيرة ديال الخل. الحار حيت ما طيبناش في الحار، غنحط هذه هي باش حتى اللي بغاها، اللي بغى الحار هي كل الحار. انا دابا طاب، نتمنى يعجبكم. بالصحة والراحة.